وبتابع معكن وبوصل لشخصية بديعة يا كريم. يا كريم. إيه والله يا كريم، ومن كتر كرمه سبحانه بعت لي إياكي. وفعلا كان ربنا كريم وأكرمها للفنانة الممثلة أمارات رزق وكتب لها النجاح بهالشخصية الصعبة اللي جسدتها، وقدرت بأداء أن توصل الشخصية للجمهور يلي تعاطف معها. خرسي، هذا الكلام كله ما بيشغلني. اسمحي، بتروحي لعند أخوك شاهين وبتستسمحي. أوعك أوعك شوفك مرة تانية في الرأي. أمارات قامت بمجهود كتير كبير، لأنه كتار من الناس يمكن ما بيعرفوا أنه بالوقت اللي عم تجسد فيه دور بديعة كانت كمان عم تطلع من هالشخصية وتروح لشخصية تانية اسمها هنادي بمسلسل الصديقات. هلن هن شوفي شو صاير؟ شبكي؟ حجزوا على البيت واخذوها بالخير على السجن. لا حول ولا قوة الا بالله. فوتي تقوليني، فوتي 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 فوتي. تعالي حبيبي تعالي. وهون بدي نوه واذكر انه بسنة 93 نجمة مصر الاولى نبيلة عبيد قدمت هالنوعية من الشخصيات اللي بيسموها مبروكة، وتركت اثر عند المشاهد، ولكن كان فيلم سينمائي بعنوان توت توت. ابن مين ده؟ ابن ربي كريمة. ما تخافيش يا كريمة، بس يعني انت كنت فين طول المدة دي يا بت؟ ها؟ وابن مين الواد ده؟ ابنها. وبعد مرور كل هالسنوات بترجع تقدم هالشخصية، ولكن هالمرة عبر الشاشة الصغيرة وبمعالجة درامية جديدة جسدتها أمارات رزق. مبروك ولادة فنية جديدة، keep going وفجري طاقاتك، وتحضري لتنالي إذا الله راد بالمهرجانات المقبلة جائزة أفضل ممثلة عن دورك بأولاد بديعة. يا كريم.